السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي ومتابعين أعزاء، يا رب الجميع يكونون بخير ومستعدين ومتحمسين لأداء الامتحان النهائي، ويا رب يا إلهي إن شاء الله أعلى الدرجات وأعلى المعدلات لكم جميعا. بعد ما أنهينا شرح وحل أسئلة وتمارين اللي تخص المادة المطلوبة منكم بالامتحان الوزاري اللي هي الخمس وحدات الأولى، الآن بقانا الليترتشر فوكس اللي هو الليترتشر فوكس اللي معناه القسم الأدبي أو الفقرات الأدبية. الفقرة الأدبية عليها 10 درجات مثل ما تعرفون، عندكم قطعتين أدبية اللي هي السوينج والكناري. راح نقسم قراءة هذه المواضيع اللي هي المواضيع الأدبية، راح نتكلم عن حياة الشاعر، يعني نسوي محاضرة عن حياة الشاعر والأسئلة الوزارية اللي وردت عن حياة الشاعر، وبعد ذلك راح نقرأ القصة والأسئلة الوزارية اللي تخصها. لكن رجاءً ضروري جداً جداً قراءة حياة الشاعر على الكتاب. ليش؟ لأن دائماً يجيب على شكل فراغات، يعني مثلاً حياة الشاعر وقت ولادته. المهم أنه من نقراها بالكتاب راح تبقى ببالنا أكثر مما أنه نقراها جاهزة بالملازم، فرجاء اقراها اول شيء على الكتاب وبعد ذلك اقراها بالملزمة، اقراها بملخص مثل ما تحب، لكن قراءتك الاولى لازم تكون على الكتاب حتى تعرف شلون يعني شلون تسلسل المواضيع. فهسه راح نبدأ بقراءة حياة الشاعر. عندنا الشاعر اللي كتب أو الأديب اللي كتب القصة مات السوينج اللي هي القصة الأولى اللي معناها الأرجوحة، كتبها محمد خضير. هذا محمد خضير شنو؟ listen to me please، تابعوا وياي القراءة رجاء. طبعا ضروري من تقرأ الفقرة الأدبية وحتى قطع الكتاب تخلي يمك هذه الماركرز الأقلام التلوين، أو إذا ماكو يمك ماركرز يعني هذه الأقلام اللي تصير السوفت أو الملونة حتى تسوي لك واهس بالقراءة أكثر. وكذلك عندك فد شغلة مهمة ثانية لازم تكون موجودة إنك من تقرأ هالمواضيع اللي هي هذه الشيتس الأوراق الصغيرة اللي تكون ملونة حتى تدون بيها الملاحظات اللي تحتاجها، حتى من ترجع تريد تراجع ما يعني نرجع نقرأ من البداية، لا نقرأ فقط هذه النوتس اللي سجلتها. وهذا الكلام مو بس فقط بالإنجليزي، حتى مثلا بالأحياء بالكيمياء من تقرأ التعاريف أو أي أشياء يعني تحفظها بسرعة وتنساها بسرعة، فالأفضل أنه تكتبها على شيتس ملونة، هاي الأوراق الملونة تكون أسهل بالمراجعة. هسه نبدأ قراءتنا بسم الله. عندنا محمد كدير اللي هو محمد خضير كاتب القصة. محمد كدير is an Iraqi writer، فهذه أول معلومة راح أكتبها بالبيبرز أو الشيتس اللي عندي الملونة، إنه محمد خضير شنو هو؟ Iraqi writer يعني كاتب عراقي. He was born in Basra. هذه ملاحظة أو معلومة ثانية، وين انولد محمد خضير؟ born in Basra، انولد في مدينة البصرة. شو وقت؟ in 1942. أحيانا يجيب لنا إياها على شكل فراغ، محمد خضير born in فراغ، يعني إذا قلنا بس فقط born in فراغ لازم نكتب المحافظة ونكتب السنة اللي انولد بيها. لكن إذا جبنا على شكل سؤال يعني WH question، إذا قلي where was محمد خضير born، where اللي تسألنا على المكان فراح نجاوبه in بصرة. لكن إذا سألني وين متى راح نجاوبه in 1942. نكمل. He finished his primary, intermediate and secondary study in Basra. أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وين؟ في مدينة البصرة. He joined the high school for teachers. التحق بدار المعلمين العالية. And finished his study there. يعني وين there يقصد بيها؟ أيضا بالبصرة. فدرس كأكمل دراسته كلها من الابتدائية إلى انتهاء دار المعلمين العالية. دار المعلمين العالية تشبه كلية التربية حاليا، كلها أنهاها بالبصرة. شو كنت أنهى دراسته؟ in 1961 بال61 سنة 1961. He taught at schools in ديوانية. هسا وين درس؟ taught هذا الفعل الماضي من الفعل teach. teach taught taught.
He taught art school in Diwaniya, درس بمدارس الديوانية, Nasriya and Basra for more than 30 years. 30 سنة خدم بالديوانية والناصرية وبعدين بالبصرة. قبل كان من واحد يتعين بالمحافظات, مو يتعين بنفس المحافظة ماتلين, باعتبار الخريجين قليلين خاصة بهاي المحافظات الطاردة يسموها الديوانية الناصرية. المهم فبدأ تعيينه بالديوانية والناصرية وبعد ذلك انتقل للبصرة. فيعني خدمته بالتدريس كانت كلها بجنوب العراق. His first short stories appeared in Iraqi and the Iraqi writer, الأديب العراقي. أول كتاباته بالقصص القصيرة وين ظهرت؟ مجلة الأديب العراقي. هذه أيضا هذه المعلومة اكتبها بالهذه بالشيتس, هذه الأوراق الملونة, لأن هذه النوتس مهمة. أول قصص القصيرة وين ظهرت؟ إن الأديب العراقي أو إن العراقي رايتر, أي وحدة نكتبها هي صحيحة. مجلة الأديب العراقي إش وقت؟ إن 1962, يعني بعد ما أنهى دراسته الجامعية أو دار المعلمين العالية بسنة واحدة بدأ بكتابة القصص القصيرة. 1962, سنة 1962. His short stories are translated into, هذه المعلومة أيضا نكتبها بالشيت ساي الملونة لأن هذه إجت على شكل فراغ بالوزاري. His short stories are translated, قصص القصيرة ترجمت into إلى اللغة الإنجليزية, English, Russian and French, للغة الإنجليزية والروسية والفرنسية. He has won many prizes, هذه الجوائز اللي ربحها أيضا نكتبها بالنوتس بالشيت هذه الملونة لأن إجت على شكل فراغات أيضا. فالجوائز اللي ربحها تشمل شنو؟ السلطان الكويسز أورد, سيف السلطان القويس in United Arab Emirates, في الولايات العربية المتحدة الإمارات. هذه شو وقت؟ in 2004, سنة 2004. and the gold pen award from the General Union of Iraqi Writers, القلم الذهبي ربحه منين؟ من اتحاد الأدباء العراقيين in 2008, سنة 2008. إذا الجوائز اللي عنده جائزتين, واحدة سنة 2004 اللي هي جائزة هذا خنجر أو سيف الملك, العفو خنجر الملك قويس في الإمارات, والجائزة الثانية من اتحاد الأدباء العراقيين سنة 2008. هسه he achieved fame, هذا أيضا جاي على شكل فراغ, حقق الشهرة when in the Middle East, في الشرق الأوسط, شوكت after publishing his two short stories, بعد ما نشر هذه القصتين اللي هما منو؟ The Swing and Melodies on the String of Rubaba, أوتار على أنغام على أوتار الربابة. فمن نشر القصتين الأرجوحة اللي هي The Swing والميلوديز on the String of ربابة, أنغام على أوتار الربابة, in the Beirut Arts Magazine, في مجلة الفنون في بيروت. فصارت عندنا هنا أكثر من معلومة وزارية بها أو أكثر من سؤال وزاري بهذه السطرين. شو وقت حقق الشهرة؟ وين حقق الشهرة؟ أول شيء in the Middle East, في الشرق الأوسط. شو وقت؟ وين؟ after publishing his two short stories, بعد ما نشر القصتين مات اللي هم منو؟ what are the short stories that achieve the fame, اللي حقق بها الشهرة, هي the swing اللي هي الأرجوحة and melodies on the string of ربابة, أنغام على أوتار الربابة. وين هذا الكلام كله؟ النشار اللي هي هاي القصتين اللي اشتهر بيها in the Beirut Arts Magazine, في مجلة بيروت للفنون. His best work, هسه أفضل أعماله, شنو هي أفضل أعماله؟ His best works include Black Kingdom اللي هي المملكة السوداء at 45 centigrade, في درجة 45 درجة, autumn dream أو اللي هي أحلام أو حلم الخريف, وال
implement. وعندنا ال gardens of faces، وعندنا on the آخر شيء the novel اللي هي بصراتة اللي تكلم بها عن مدينة البصرة. هذا كل شيء يخص الحياة الشاعر محمد خضير. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية اللي وردتنا عن هذا الشاعر. So listen to me please. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية اللي تخص محمد خضير اللي إجت بالوزاري من 2014 إلى 2019 دور ثالث. So listen to me please. انتبهوا لي رجاءً. أول سؤال عندنا Where was محمد خضير born؟ أين؟ Where تسأل عن المكان، إذا نجاوب المكان اللي سأل يعني اللي انولد به، فالجواب راح يكون He was born in، ولد في in بصرة، في البصرة. 2. What is محمد خضير؟ شنو هو هذا محمد خضير؟ He was an Iraqi writer، هو كاتب عراقي. 3. Where did محمد خضير write the swing؟ إيش وقت؟ وين؟ تسأل عن وقت الزمن، متى؟ إيش وقت كتب هذه السوينج؟ الجواب راح يكون he wrote the swing after the summer war against Israel in 1967. كتبها بعد صيف حرب، يعني بعد الصيف اللي كان عليه حرب إسرائيل سنة 1967. 4. Name two of محمد خضير's work. سمي اثنان من أعمال محمد خضير. عندنا هواي أعمال، هو يريد فقط اثنين، فأنا كتبت لكم أربع أعمال، أنتوا اللي أسهل لكم اختاروا. الجواب راح يكون The Black Kingdom اللي هي المملكة السوداء، أو at 45 centigrade في درجة 45، أو Autumn Dream اللي هي حلم الخريف، أو Empalment اللي هي علم التحنيط. فأنتوا أسهل اثنين لكم اختاروهم وحفظوهم. 5. محمد خضير short stories are translated into قصص محمد خضير القصيرة ترجمت إلى، نعطينا الإنجليش الإنجليزية، وبعد يا لغة الفرنش and Russian اللغة الفرنسية والروسية. هذا السؤال كلش مهم وايد كرر. 6. محمد خضير achieved fame. محمد خضير حقق الشهرة in the Middle East في الشرق الأوسط after publishing his short stories بعد ما نشر قصصه القصيرة اللي هم منه اللي هم The Swing، هذه هو نعطينا إياها يعني من السؤال يعني من أصل السؤال أصل الجملة The Swing اللي هي الأرجوحة and شنو الثانية الشورت ستوري الثانية القصة القصيرة الثانية اللي حقق الشهرة من كتابها هي Melodies on the String of Rubaba أو تار أو ألحان على وتر الربابة Melodies on the String of Rubaba. 7. محمد خضير's short stories appeared in، وين ظهرت قصصه القصيرة؟ ظهرت in the Iraqi writer الأديب العراقي ماجازين في مجلة الأديب العراقي. شو وقت؟ in 1962 سنة 1962. تذكرون البارحة من قلنا سنة 1961 هو تخرج من دار المعلمين العالية، بال 62 بدأت تظهر كتاباته بمجلة الأديب العراقي. 8. How old was محمد خضير when he wrote the swing؟ هذا السؤال أيضا جدا مهم. إيش قد كان عمر محمد خضير من كتب هذه القصة مال السوينج؟ كان عمره he was 25 years old، كان عمره 25 سنة. 9. When did محمد خضير achieve fame؟ هسه إذا تذكرون قبل شوية إجانا هذا السؤال لكن على شكل فراغات، هنا إجانا بصيغة ثانية على شكل full question يعني سؤال WH question، فنفس الجواب راح يكون شو وقت حقق الشهرة؟ الجواب محمد خضير achieved fame after publishing his short stories بعد ما نشر قصصه القصيرة اللي هي The Swing الأرجوحة and Melodies on the String of Rubaba الحان على أوتار الربابة على وتر الربابة. شو وقت أو العفو وين؟ In the Middle East في الشرق الأوسط.
10. محمد خذيرس شورت ستوريز انكلود، شنو تشمل قصص القصيرة؟ هو عنده عدة قصص لكن احنا راح نختار اثنين فقط، هو يطير يعني كلش كافي اثنين نكتب من عندهم. هو هم قبل شوية اجتنا على شكل سؤال، هسه اجتنا على شكل فراغات. فشنو تشمل قصص القصيرة؟ اختاريت اسهل اثنين اللي هي الالتيم دريم، حلم الخريف، اند امبالمنت اللي هي علم التحنيط. إلافين، محمد خضير إز فراغ، شنو هو محمد خضير؟ He is an Iraqi writer. أيضا هذا السؤال قبل شوية جانا على شكل سؤال وهنا جانا على شكل فراغ. 12، محمد خضير was born in بصرة or ناصرية؟ الجواب هو انولد in بصرة، في مدينة البصرة. 13، محمد كضير رود ذا سوينج افتر، قبل شوية ايضا هذا اجانا على شكل سؤال، هنا اجانا على شكل فراغ. فش وقت هو كتب السوينج؟ افتر ذا سمر اوف 1967 وور اجينست اسرائيل، بعد صيف حرب ال 67 اللي كانت ضد اسرائيل. هذه الاسئلة اللي تخص محمد خضير كل شيء اجى عنها بالوزاري، تقروها وتحفظوها بشكل جيد حتى تضمنون الدرجة الكاملة، وتابعوني ان شاء الله بالفيديو القادمة نكمل الأسئلة اللي تخص السوينج. بالنسبة للمشاهدين الجدد، إذا عجبتك القناة أتمنى تضغط زر لايك وتفعل الاشتراك والجرس حتى توصلك المحاضرات القادمة. Goodbye and good luck.